the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. We put our hands. يعتبر الفيلم الجزائري الكوميدي الطاكسي المخفي أو كما يعرف بلو كلونديستان من الأعمال الخالدة في تاريخ السينما الجزائرية. عرض لأول مرة عام 1989 من إخراج الراحل بن عمر بختي. صورت أغلب مشاهده في مدينة بوسعادة والشطر الأخير منه في الجزائر العاصمة، من بطولة عثمان عريوات، وردية حميطوش، يحيى بن مبروك. تعالوا معنا لنشاهد كيف أصبحوا أبطال الفيلم بعد 32 عاما من عرضه. الممثل القدير المعتزل عثمان عريوات المشهور بالبومباردي ولد عام 1948 في باتنا. بدأ رحلته في عالم الفن عام 1963 في فيلم النتيجة. هو حاليا معتزل للتمثيل منذ فيلم كارنفال في الدشرة، ولم يشارك في أي عمل جديد. الممثلة الكوميدية وردية حميطوش هي من مواليد عام 1931 في تيزي وزو. كانت تعمل قبل احترافها التمثيل كمنظفة في مستشفى مصطفى باشا. توفيت عام 1991 إثر نوبة قلبية في فرنسا أثناء زيارتها لابنتها، رحمها الله وأحسن إليها. الممثل الكوميدي يحيى بن مبروك المشهور بشخصية لابرانتي هو من مواليد عام 1928 في عين البنيان الجزائر العاصمة. بدأ مشواره الفني عام 1940. توفي يحيى بن مبروك عام 2004 إثر مرض عضال، رحمه الله وأحسن إليه. الممثل المسرحي حمزة فغولي المشهور بشخصية قويدر الزدام هو من مواليد عام 1938 في تيارت. بدأ مشواره الفني عام 1981 في المسرح، كما اشتهر عام 1990 بشخصية مام سعودة. المخرج والمنتج والممثل رشيد فارس هو من مواليد عام 1955 في حسين داي الجزائر العاصمة. بدأ مشواره الفني عام 1980 كما شارك في عدة أعمال ناجحة. توفي رشيد فارس في عام 2012 إثر نوبة قلبية، رحمة الله عليه. الممثل الكوميدي أرزقي رابح هو من مواليد عام 1938 في تيزي وزو. بدأ مشواره الفني عام 1952 وبعد الاستقلال انضم إلى المسرح الوطني الجزائري. توفي عام 2017 بعد صراع مع مرض العضال، رحمة الله عليه. الممثل عزيز عنيق المشهور بميميش السوليتير هو من مواليد عام 1956 في الجزائر العاصمة. بدأ مشواره الفني عام 1970 كما عمل ضابطا في الشرطة بجانب عمله كممثل. في يوم 6 نوفمبر 1997 اغتيل عزيز بالرصاص في عملية إرهابية، رحمه الله وأحسن إليه. الممثل الكوميدي عزيز دقة هو من مواليد عام 1945 في الجزائر العاصمة. بدأ عزيز دقة مشواره الفني في بداية الستينات، واشتهر بشخصية محس مينا في الفيلم عمر قتلات الرجلة. توفي عزيز دقة عام 2019 إثر مرض عضال، رحمه الله برحمته الواسعة. الممثلة الكوميدية عتيقة طوبال هي من مواليد عام 1967. بدأت مشوارها الفني عام 1986 في المسرح. هي اليوم لا تستطيع التمثيل بعد تعرضها لسقوط وكسر في ظهرها، شفاها الله. الممثل والشاعر حمود إبراهيمي الملقب بمومو ولد عام 1918 في القصبة. بدأ مشواره الفني عام 1971 في فيلم تحيا يا ديدو. توفي حمود إبراهيمي عام 1997 إثر سكتة قلبية،
رحمة الله عليه. الممثل بوعلام بناني هو من مواليد عام 1940 في حسينداي. بدأ مشواره الفني عام 1964، ثم اشتهر لاحقا عام 1976 في فيلم عمر قتلة الرجلة. الممثل المسرحي والسينمائي عنتر هلال هو من مواليد عام 1950. بدأ مشواره الفني عام 1976 وذاع صيته في مسلسل عيسى أسطوري. Run free and dive into the sky. Hear the wind crying.